السحابة أعداد ما هانت صدوق السحابة ترحيب يرجاه بالكرام في الموازين بالضيبة من كثرة صعيب الحسابة بالضيبة من كثرة صعيب الحسابة قولوا لا إله إلا الله ألف من ذكره. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام مسي عليكم بالخير. ونختصر المقدمات والكلام والسواليف هذه أعزائي المستمعين والمشاهدين في الوطن العربي الكبير ونروح اللي بعده على طول. نرحب باسمكم وباسم متابعينا وباسم القناة وباسمي وباسم المملكة العربية السعودية بشاعرنا الجميل اللي شرفنا من الدولة الحبيبة الكويت، الشاعر الجميل اللي أثبت نفسه ما هو بأمس ولا قبل أمس ولا السنة اللي قبلها ولا اللي فاتت، أثبت نفسه في زمان كثر فيه الشعر وإلى الآن هو مستمر ومثبت نفسه، شاعرنا محمد جار الله السهلي. مرحبا مليون. عليكم زود، ما عليكم زود. مرحبا مليون يا أبو جار الله. أبقاك الله وأنا سعيد في مشاركتي اليوم وسعيد إني واجهت الشباب كلهم. الله يوفقكم إن شاء الله ويكتب لكم الخيرة من عنده. موفقين جميع وتأكدوا إن ما جينا إلا من نجاحكم. يعني إحنا كإعلاميين بغض النظر عن كل شيء في أشياء ترغبنا في الحضور في أماكن معينة، أهمها أن يكون البرنامج ناجح صحيح وسمعته طيبة، فبشركم أنكم ناجحين وسمعتكم طيبة وهذا اللي شجعنا للحضور عندكم. تشريف شرواك طال عمرك والنجاح. الشرف لي جاي في الجنة. ونرحب، أنا ما أقول رحب ولا نسلم لأنه هو ضيف ومعزب في نفس الوقت بصاحب الخامة الجميلة صديقي وصديق القرية والعام متسابق والسنة هذه ضيف بالمبدع الجميل صاحب الخامة المخملية صاحب القرار المخملي متعوبة أزودها ولا حلو اللي وصلتني فيها كذا ولا أزودها؟ إيه وصلتني معاذ الجماز المتسابق العام والضيف السنة هذه ومن أجمل الأصوات الموجودة في السوق. مرحبا مليون يا معاذ. أول شيء الله يمسيكم بالخير. نسيت برضا والله أني مبسوط جدا بجيتي والذكريات القديمة، لكن أبغى منكم طلب، طلبت قبل شيء راجع فكونا من رسميات الله يرحم لي والديكم. أنا ما تعودت في هذا المكان رسمي، شايف وضعي رسمي من أول. مرحبا مليون. الله يجزيك ويحييك دائما جيت الطيب تجيب الخير معه. الله يجزاك خير. أبو جار الله طيب، الله يطول عمرك طيب عليكم زود، وجيتهم جانا خبر طيب. حياكم الله الزواجي في أحد الأيام اللي ما قررتها إن شاء الله. لا والله نمزح، أبشركم وأحب أبشر اللي يشوفنا أن وقف ذريتي اللي في القنفذة وصل إلى 90%. ما شاء الله ما شاء الله. 90% يعني باقي كم؟ ويكتمل وبإذن الواحد الأحد أنه يكتمل. أنا ما قد طلبت أحد قلت يكتمل وقف، لكن السنة اليوم بيكتمل إن شاء الله. كمل إن شاء الله، بشرهم لكم. كمل بيض الله وجهك. بيض الله وجهك عند أبو جار الله. بيض الله وجهك. الله يرحم والديك. بيض الله وجهك. الله يرحم والديك. بيض الله وجهك. لا لا أنا بوقف الحلقة حبيبي، أنا بمشي أنا. الله يجزاك خير. والله أنا من بمشي. استريح الله يطول عمرك. أنا بس جد لله شكر. الله يرحم والديك. طول عمرك. الله يكتب أجرك. بيض وجهك. أزر أنا كيف رحت يا أخوي، هذا الضيفان اللي جايين. الله يرحم الواحد. طول عمرك. الله الحمد لله. الله يبيض وجهك. الله يرحم. الحمد لله الوقف اكتمل. الله يجزاك خير. واكتمل بفضل الله وبالنية الصادقة. وجهك أبيض. الله يرحم والديك ويطول عمرك. نقول ونقول لأبو جار الله الله يكتب أجره. الله يجزاك من غيب الله يطول أعمارك. الله يرحم والديك طول أعمارك وسمعتك سابق. الله يجزاكم خير جميع طول أعمارك. من يقول الله يكتب أجرك. الله يجزاكم خير. الله يجزاك هو داري مسلم عليكم مرتين من أول مرة. والله أنك تستاهل تستاهل من يحط أعمارك. الله يجزاكم خيركم من طيب روس. الله يرحم والديكم. سم الله يرحم والديك. انا ابو بالحب الحمد لله. قبل الشعر وقبل الاعلام في ذمتي انهم يمدحونا كل اللي يعرف محمد جار الله يطول عمرك. لا غريبه عليك ذي، ما يطول عمرك. مشي الموضوع عشان يصير الموضوع ان شاء الله. لنا ولك الله يطول عمرك. الله يرحم والديك. الله يجزاك الله يطول عمرك. الله يرحم والديك. ما شاء الله الله يجزاك وجهك ابيض طول عمرك. استريحوا. الله يرحم والديك. ابشر بي ابشر بي والله ابشر سم. الله يجزاك خير. بيض الله وجهك. وجهك ابيض. جمل الله حالك. انا ادري انك ما تبي الموضوع ياخذ المحل ما تبغاه، لكن لازم نقول بيض الله وجهك. وجهك ابيض وان شاء الله تلقاها قدامك باذن واحد الاحد. الله يرحم والديك. مبارك للقناه ومبارك للقائمين على الوقف. نقول ابشروا بالخير. وانا قلت لكم الناس اللي فيها خير تجيك تجيب الخير معها. الله يرحم والديك. الله يبيض وجهك ابو جار الله. وجهك ابيض. جمل حالك. الله يرحم والديك. تبون قصيده ولا هو النا؟ لا لا جاك شو خير. ها؟ انا خلاص
انا ضيعت الحلقه هذه فقره انا ضيعت الحلقه صراحه الله يجزاك خير على فكره ركزوا انه في فقره الديوانيه هذه إيه ضروريه يعني هذا شيء لازم تعرفونه ضروري هذا راجل تحسب لك هذا انا بسري انا بسري محمد انا بسري بيض الله وجهك وجمع حالك الله يرحمه وان شاء الله انا في ميزان بدنا واحد لحد الله يرحم والديك سم تفضل وائل عندك كلمه بيقولها وائل سفير وسفير الجمعيه اول شيء الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي انعم علينا هذا النعمه انا والله ما ادري ايش اقول اكتمل الوقف في عهدي من رجال طيب والحمد لله هنيئا لكل واحد تبرع في هذا الوقف هنيئا لهذا الوقف يعلم الله انا كاني فارز رصيدك هذا ولا شيء للامانه عند الليله هذه ولا اي حاجه الحمد لله على هذه النعمه شكرا 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 لكل مسلم بيض الله وجهك قال ابو الافراح وسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك يا جماعه ترى مساهمتي بسيطه انا الحمد لله بيض الله وجه 90% اللي قدامي اللي كملوا الموضوع يعني انا مجرد انها 10% فلا يعني يصير السلام وكذا كاني انا مسوي شيء اكبر من غيري انا عود من عرض حزمه واهل الخير واجد وحنا على الدرب الله يطول اعمارك ابو جار الله احنا لو 90% عندنا حبنا على خشومهم اي والله لكن انت قصدناك منهم وانت رايتك بيضة فهو الثناء فعلا يعني باسمي وباسم الربع كلهم لل 90% اللي سدوا المبلغ هذا الله يجعلها في ميزان الله يطول اعمارك انا بس هي ختام سمو هذه الهديتين هي ختام الوقف خلينا نسلمها ونبدا حلقتك زي ما انت تبغى ما عاد عندنا قالوا ختام عشان بعدها نكمل سلمنا هذه ها لا سلمناها مره ثانيه وثالثه وبرجع اخذها منه وارجع في الختام سب والله امزح شيلوا معي يا اخوان هذا الرجال الطيب انت يا ابو معيض نفت عنه اليوم انت سفيرنا ابو معيض خلاص هذه ختام ديوانيه الله يسلمك الله يجزاك خير طول عمرك سم فهذا الرجال الطيب لونك انه مو يصلح لي مو بهلالي ايه اللي على اليمين سم ابو جار الله كذا الله يطول اعمارك سم بسم الله تراني شارط على حتى معاد لون ثوبه مرحبا والله هم اسهلا سم اقول اني انا بس بتخفى بس اني نكبت عمري تسمحوا لي اقول كلمه ما في انسان تلقاه بار في ابوه ولا امه ما في خير انا اشوف انه يعني صعب انه توجد ف محمد انا لاحظت في قصايده قديم وانا طلبت مني قصيده قبل الهواء وبيجيبها لنا ان شاء الله انه دائما يذكر ابوه في القصايد بشكل كثير وكان يقول انه ما له فضل الواحد ان يذكر ابوه ولا يثني عليه لانه نعم. منين جاي هو ما نعم. جلى من تحت يمناه نعم فالشخص البار في ابوه ولا في امه عز الله بيجي وراه كل خير والدليل اللي شفناه اليوم الله عشان نغير الموضوع ونبدا في القصيد والشعر والشلات ابو جار الله سم البدايه عندك جعني في دخشمك طول عمرك على هواك انت حديتني على قصيده عقبه قلت على هواك حددتها وقلت ابي ما في اطيب منها الله يجزاك خير طبعا القصيده طويله شوي سامحونا ان كان اطلع عليكم احنا ودنا تصير 10 دقائق الله يجزاك خير يقول الشعر واجد واكثر الشعب شعار والارض مليانه طواريق والحور يلا بخايع قفر مملي بالافكار ما داج فيه الا سديري وبن عون وغيدا تفج القلب ذنج وتبختار فيها تحير عقول وتبحلق عيون وفوح صدري فوح دلها على نار القهوجي عنها شغلها التليفون على الكريم مدلها الطرقي المار وجه السعد عون الذي ما لقى عون بيته خطاطيره طويلين الاشبار مطوعين الكود عيافت الهون من كثر ما يذبح ويصلخ يا ستار لاحقه من كثره مفاطيحه ديون لولا الكرم ما حط تاكسي للايجار ولك التاكسيه مع اللي يكدون يا كم ليل وكم مسرى ومشوار يكسر انعاسه فيه على الدركسون لا نام مقطوع الرجا ميت النار ولا سهر على فيلم في التلفزيون عطاك طبلونه تقلي الحق القار متنحر السابع وممشاها طبلون ومكدة اسبوعين ضيفه الخطار على 3 صحون ولا 4 صحون ولا تروح بظرف عانية الجار ولا عطاها من نصوه يتعطون دون نعم ما حط مخرج ومعذار ثنالها الركبة وثبت لها اركون يا حي وجه ما على فعلها
غبار ويا طيب راسم في المطاليق مفتون كبير ويداحم على الطالة كبار 50 عام يسوي اللي يسوون نفسه غناوية وراهي وصبار تطلق ما هو بفقري ومديون وفرج له الله عقب ما ذاق الأمرار مدبر الأرزاق مقسم الأرزاق ومدبر الكون من البلاء عقب الرخا جوه زوار وشلون والله ماني بعارف شلون يدرج على ريح الدسم نملة وفار وشلقة شواحيد وملاحيز وعفون والعود متشدد وجازم وبيطار ولا يعرف الدون ومعامل الدون تحاوفه عباد درهم ودينار وتطاوله هافي وناقص وملسون وفوح تبدي فوره ودمه الحار بوجيه مغسول حياها بصابون يا عود لا تستغرب الذل والعار فالروس راس دويني وراس دندون والناس من كل المذاهب والأقطار متفاوتة بالشكل والطبع واللون لا تحسب من كل المجانين بشهار خارج حدود شهار مليون مجنون ومالله جعل فينا شريطي وسمسار يلي تدور لك على سير مدهون نقول للعيار ريح يا عيار حنا بدو يلي علينا تبدون نقول للعيار ريح يا عيار حنا بدو يلي علينا تبدون واللي حسب المرجلة فكت زرار وميلة عقال ونسفة شماغ وردون وهياط بالشيلات وبسرد الأشعار وخمسة سرابيت على سال معون يرتاح لا ينطح للطيب والكار اللي عن كبار اللوازم يسدون ما هو حكي فعلا كبر ضلع سنجار دونه شغاميم الزحازيح يبطون يطرب عليها الكفو والناقص يغار ويا كثركم كثراه يلي اتغارون حنا مواقفنا اليسار ما صار هذه نتائجها مثل ما تشوفون والله ما هم بعيال نعمة وتجار لكن عيال اللي لقالوا يطولون حفية سمارينا ما عليكم زود والله ما هم بعيال نعمة وتجار لكن عيال اللي لقالوا يطولون حفية سمارينا ورا قطف الأزهار حتى ملكنا شجرة وظل وغصون على النقا والعد مارد ومصدار ومغراف يسواله 80 جالون يهل البخل والحسد وراكم النار اللي بها قارون وموال قارون عن هادم اللذات قصاف الأعمار تدرون ومسوين كنكم ما تدرون عبادة الدنيا ترى الموت غدار لا تحسبون الأغنياء ما يموتون طالت مبانيكم وياديكم اقصار ما غير تشرون الاراضي وتبنون ديوان من كبره تقل جوف مضمار تقدر تسوي به سباق وماراثون ما مره الطرقي ولا جوه الاخيار والمصاه اللي من الوقت مغبون ما يدخلها يا كود راجو وكومار استغفر الله كن راعيها مسجون وديوان 9 أمتار في 7 أمتار تجي له وتطلع بمخباك مليون يا رب ولك الحمد في سر وجهار تعطي وخلقك من عطاياك يا طول سلامتكم جميع ولا عليكم زود جميع الله يرحم والديك طول عمرك الله يرحم والديك انت شفت اللي تقول فيه كومار سنجار ودك ان النار تشب فيه والله لا ان شاء الله لا يستر على المسلمين كلهم لكن كودنا الله يهديه ان شاء الله ما عاد وراه داعي استغفر الله معاذ عاد انا معفى دورين عند معاذ ليه لا هذه انا اعتبرها قصيده واحده بس الله يطول عمرك وش تبون سمي معاذ سمي اللي منك طيب عربي ولا تبون موال ولا منكم وإليكم والسلام عليكم حقيقة الصلاة يا معاذ ها؟ ودعنا وانفعنا باللي تبي مقام عرب مقام عرب عاد الا انت الله يرحم لوالديك منعنا منه ابشر بالخير سمي معاذ سم طيب انا عندي نشيد قديم تبقى وان شاء الله انكم تعرفون وتدرون معي فيه لا يرعى كيف جاي ان شاء الله يقول وفق الله والتقينا بعد غيبتكم علينا قربكم دايم نوده يوم ناديت وسرينا يوم ناديت وسرينا ذكر العشرة يلبي داعي الشوق ذكر العشرة يلبي داعي
الشوق وفق الله والتقينا بعد غيبتكم علينا قربكم دايم نوده يوم ناديت وسرينا يوم ناديت وسرينا ذكر العشرة يلبي داعي الشوق ذكر العشرة يلبي داعي الشوق لا تقولوا وين كنا واكتفوا بالعذر منا لا تقولوا وين كنا واكتفوا بالعذر منا التقينا وما علينا وربنا شهد علينا التقينا وما علينا وربنا يشهد علينا ذاكر العشرة يلبي داعي الشوق ذاكر العشرة يلبي داعي الشوق وفق الله والتقينا بعد غيبتكم علينا قربكم دايم نوده يوم ناديت وسرينا يوم ناديت وسرينا ذكر العشرة يلبي داعي الشوق ذكر العشرة يلبي داعي الشوق يا سلام يا سلام يا سلام هذا قديم يا معاذ الجديد كيف بيكون ولا صوت معي ما شاء الله تبارك الله انا مجهز لكم من قديم وجديد وفيه اليوم ان شاء الله تدشين اشياء جديده ما شاء الله فابشروا بالخير ان شاء الله ما شاء الله في شيء كله بالخير كل خير اليوم كل خير وكل يوم ان شاء الله كل خير باذن الله شوف انا ودي صراحه ابى اسمع من محمد بس انا عارف محمد يقول رجع المعاذ اي هو انا ما اشوف المشاهد وش رايك تسمعنا موال طيب انا اعطيكم موال يلا بسم الله هذا موال مطلوب مني كثير لا ابشر هذا اوامر منك ولا من العرب سم شو فيك اقول اوامر منك ولا من العرب وش اوامر منك قرب المايك لا لا انا يا رجال خبره انا سيد الله خلاص. اكبر اوكي سلام خلاص استريح انا عندي شغل الله بس استريح سالم لا لازم لازم شوي نحزنكم شوي نفرحكم شوي بسم الله الريوس مفصول ها إن كنت لست معي إن كنت لست معي فالذكر منك معي أرى أراك قلبي إن كنت لست معي إن كنت لست معي فالذكر منك معي أراك أراك قلبي يراك قلبي وإن غيبت عن بصري يراك العين تعشق من تهوى وتقصر العين تعشق من تهوى وتقصر ونظر القلب ونظر القلب ونظر القلب ونظر القلب لا يشكو من النظر سلامتكم يا سلام السلام انصر دينك معود فطل فطل يا سلام يا سلام
سويت العريس يا سلام يا اخوي كذا بتطمعنا فيك انه كذا ما ابشر بالخير والله ابشر بالخير والله بنعود عليك شربي لبيك بدك نقرب اطعمك بصركم اللي تبون لا لا انا موصى وماخذ استعدادات ماخذ احتياطات وما يخالف الزين بصركم اللي تبون لا بس انا اتوقع انه وضعها زين خلوها عندكم انتم خلاص خلوها عندكم لا لا خلوها عندكم خلاص ما في اشكاليه انا موصى والله وماخذ احتياطاتي بسالك سؤال بس انك تجاوب عليه تم اول قصيده تذكرها صحيح؟ لا والله ما اذكرها الا بعلمك لان على طاري دامنا للحين في سيره العود اول قصيده سمعتها يا حذفني فيها فنجان يقول ليش؟ كانت غزليه ما ادري شلون وما جازت وعقبها واجلس اكتب قصيده يمكن من الروعه 4 سنين ولا علمه ما تعلمه ما علمه هذا طيب هذا كان لين جو الجماعه والربع يعلمونه ولدك شاعر ونبي محمد في الحفل الفلاني عندنا عشاء نبي محمد يقصد فدرى ان الوضع انهم راضين علي اي فرض علي معهم ولا انا العود شديد شوي اول قصيده والله اني ما اذكرها اقول انا من الروعه ما علمت 4 سنين في قصيدي تبي احفظها ايه ماني حافظها طيب القصيده اللي تحس انك طبعا كل قصيده شاعري يفتخر لا 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 مو يفتخر فيه بس انا مساله اللي يقول كل قصيدي مثل قصايدي مثل بناتي ما فرق بينه لا والله الا فرق بينه عندي القصيده اللي احبها وعندي القصيده اللي ادري انها قويه وعندي القصيده اللي ادري اني كاتبها بس كذا بطلع اللي في خاطري وعندي القصيده اللي ادري ان مستواها دون شوي لكني حابها في الموقفها او شيء وعندي قصيده اللي ادري لو اني بتقدم بها تقدم بها وصوت والصوت والصوت جهره والعيون تشوف ما عندي مشكله يا سلام ونعم فسالفه انه كل قصيدي مثلها او المثاليات في الحياه بشكل عام انا اشوف انها خصوصا في اقتحام السوشيال ميديا لحياة الإنسان وأن الناس يشوفون العالم الحين في كل حالاته الشغل القديم ذاك المثالي جدا ما عاد يمشي طيب أنت صدق. بديت وقت أن السوشيال ميديا ما كانت موجودة نعم. صح؟ نعم وجات السوشيال ميديا وأنت أو من أول الناس اللي دخلوا السوشيال ميديا بقوة الحمد لله وجات الآن السوشيال ميديا الجديدة اللي مدري كيف نسميها وما زلت مستمر بقوة الحمد لله هل تشوف أن الواحد صح أنها على ما قال يواكب الشيء الموجود يعني مثلا اللي كان يشتغل على التلفزيون على الإذاعة كذا يقول ليش دخل لا خليني على شغلي الأول وأنا هذا الأساس وهذا الصح أنا وجهة نظري أنه عزل الإنسان من واقعه هذا غباء بأي كان وفيه نوع أصلا من أنواع تهميش ذاته حنا ربطنا وجهة نظر خاصة وجهة نظر خاصة عشان ممكن فيكم الشعار وفيكم اللي يخالفني الرأي فيها وجهة نظر خاصة حنا ربطنا الشعر في التراث أنا ككيان محمد جار الله السهلي أنا ككيان مربوط في التراث لكن لا تجي تعاملني كشخص أنا كأني تحفة تراثية أنا ماني بتراث صحيح صحيح أنا لي تراث لي إرث لي جذور لي أصل لي عادات لي أصل كذلك الشعر الشعر له جذر له أصل له له إرث لكن لا تربطني فيه لا تعاملني إياه كأنك تعامل لك تحفة تراثية وتطلب مني أني أقدم لك القصيدة أو أقدم لك كاركتر الشاعر التراثي يعني في اذكر انه من اول يعني حتى يستعيبون على الشاعر انه يجي في موتر ليه انت اللي مستعيب عليه انت تقضي مشاويرك على رحول وش وين تروح انت على موتر بعد صحيح وش اللي يخليك يعني انك وش اللي يخليك ان كانها في مساله التراث ولا شيء محافظتنا على الشعر بحد ذاتها هذه محافظه على التراث لكن الكاركتر العام ما تجي ما تجي تقول لي انا بن قبيله معنى ذلك اني مثلا اتعصب ولا اني البس بشتي واتمشى مثلا في امريكا بحيث اني معتز في نفسي لا هذا ما هو باعتزاز هذا غلط ذا ما هو باعتزاز الاعتزاز في أخلاقك في فعولك في 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 أسلوبك في طريقة تعاونك مع الناس في تكريمك للضيوف هذا هذا الاعتزاز وهذه الأصالة أما إن كانها شعر ولا إن كانها ثوب ولا إن كانها لحية فحنا والهندوس والمجوس واحد كل بهم الحاهم طوال وكل بهم لكن يخلقنا أخلاقنا ومعتقداتنا وأسلوبنا والقيم طيب أبو جار الله قصيدة لها موقف صار لك موقف يعني وكتبت على اثره القصيده والله لا يعني لا لا انت بي من غيظ يعني قصدي نتكلم عن موقف يعني مو بالتفسير ذا لا اغلب انا الصراحه تعاملي مع القصيده عشان كذا ابطي ما يجي عندي جديد اني لابد انه لها قصه ان لابد ان في دافع للكتابه الله يشفيه ويقومه بالسلامه الشاعر مساعد الرشيدي واتمنى انكم تدعون له واخوان المتابعين يدعون له بالسلامه أذكر أنها في شطر لها أنا كنت أعتبرها قاعدة من قواعدي من أول ما تعلمت القصيد وحبيتها يقول القصايد تبي دافع قوي وسبب عشان تيجي القصايد قوية أما أني بكتب مجرد أني أكتب فلا بد أنها في ما يطلع لها شيء نعم في قصيدة معينة لها موقف والله مني
قصيدة معينة بذاتها. يعني صار لك موقف؟ لا والله، لكن بشوف اللي عندي قصيدة أنا أحب بنيانها بشكل كامل يعني. أسلم، اللي تحبه نحبه. الله يجزاك خير، دمك طيب. الله يطول عمرك يرحم والديك. شلونكم يا هلا؟ الله يقويك. الوادي طيبين؟ نبيه؟ وعز والله من زار. حياكم الله. وجار الله نبي ليلة البارح. عنده عند ابو جرب. والله والله يا الربع اني ترى في الحفظ ماشي، لكن انا حريص اني اسمعكم جديد. طال عمرك الديوان موجود. انا حريص اسمعكم شيء ما هو في الديوان جديد. شيء حصري للديوان. اللي منك طيب. يقول رفيقي الدنيا معاناة وكفاح. وللناس رب الناس. والكوكب فسيح. لا تستر همومك بصمت الارتياح. صدرك يكل ونظرة عيونك تبيح. ولا يزعجك كثرة التوسل والصياح ومعازف أهل الذم ودفوف المديح. وقع الكلام أشد من وقع الرماح اللي يرماها الله على لسان الفصيح. ومتذوق الترياق والسم الذحاح مثل الذي يطرب على صوت الفحيح. والظاهر ان بعد بلال بالرباح ما عاد نلقى صوت مسموع ومريح. رفيقي الدنيا معاناة وكفاح. وللناس رب الناس. والكوكب فسيح. لا تربط وجيه المصالح بالصلاح. وجه الفليح يشوم عن وجه الكليح. لو يبتسم لك فالمجي وفالمراح. يا كم هيكل حسن تجويفه قبيح. حتى ولو حن الرعد والبرق لاح ما كل قاعد تنبت خزامه وشيح. في الغالب الأصحاب من قبل النجاح هم فعلا الأصحاب من بعد المطيح. رفيقي الدنيا معاناة وكفاح. وللناس رب الناس. والكوكب فسيح. فلا يغرك منظر الوضح الشناح اللي من النعمة تقل قبة طريح. لو تزين بالغسيل وبلو شاح لعشت الطرقي ولا شالت طريح. عليك في اللي كل ابوها في مراح شباب نار وصلف راس وهاب ريح. يعوض عن نقل الجنابي والسلاح مشعاب يفتك المكبل والجريح. فلا كل من حيا يحيي بل فلاح. ولا كل من صرح بتصريحه صريح. رفيقي الدنيا معاناة وكفاح. وللناس رب الناس. والكوكب فسيح. شد وقسى جرح ما بين الجراح. جرح الغلط عن عمد في حق الصحيح. اعبس بوجه الليل واضحك للصباح. ومن دون حق اللازمة وقف وطيح. لد النظر في الجاي واللي راح راح. مهد على وجه البسيطة مستريح. دمت قصير الباع مكسور الجناح. تحسد على الطيب من أنواع المديح. ومدحة سراب اللال فالعد القراح. كانها زكاة المال من كف الشيح. سلام 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 سلام. لسانك صح لسانك يا رجل مليون. الله يجزاك خير ويرحم والديك. أنا بسألك في قصائد كثير سمعناها لشعراء، يعني شعراء كثير مثل ما ذكرت أنت، بس تلقى البيت اللي فيه حكمة ولا البيت اللي شعر حقيقي بيت واحد والبيتين الباقي كل تلقى حشو. هذا أكيد أنا جالس أبحث عن شيء واحد، عن شيء معين، سواء أنا أتكلم عن السوشيال ميديا في الأخير يعني اللي هو تختيمة بيت حلوة يجيبها ولا يهمها البيت الثاني الأول الثالث. هل من المطلوب من الشاعر أن يكون كل كلامه ما فيه حشو، لازم يكون كل كلامه شعر، ولا يعطي الجمهور اللي يبغاه اللي يطلب الجمهور يسمع إياه؟ والله يعني ترتبط في موهبة الشاعر. أحيانا الشاعر اللي هي أنت يمكن تبي الحشو أو الأشياء اللي الجمهور يسمونها مثل الفلاش مثلا أي. أو أن القصيدة فيها فلاش. هذا في شعراء أصلا مميزين في هذه النقطة. فلاشهم مو بحشو ولو أنه كان بسيط في تركيبته يعني. أو في معناه أو في لكن ما يلعب. أمورك طيب. أمورك طيب أبو جرم.
فحتى لو كان يعني تركيبته مهي بقوية أو شيء، لكنه مبدع مثلا في اختيار الفلاش أو في التنسيق، ميزة فيها هذه. ميزة. وأنا أشوف أن القصيدة لا تحمل شعرا أكثر مما تتحمل، حتى لو أني مبدع أنا وشاعر كبير، لكن إذا يعني. تكلفت أي شيء فيه تكلف يا أخوي، حتى قبالك للرجال لو تكلف فيه دبل تبدأ وأنت ترحب فيه. صحيح صحيح، التكلف ما الله حب. عطنا تغريدة بيتين. بيتين والله انك صدمتني. ما لاخذ ما شيء، ما لاخذ موضوع. انا برجع الحين انا تغريده والله اني ما في على بالي شيء، خلني ارتبها. تم تم. تشوف من جوالك ترى عادي، تشوف من جوالك ينقذنا، يمديك تغش عادي. عادي ودك يشغل شيء ابو ابراهيم؟ اي والله. ايش تبي نشغل؟ ابشروا سام اللي في الخاطر. والله انا برسان هذا ندفع نسمع. صف السرايا جاهزه عند الشباب؟ صف السرايا يا شباب جاهزه. طبعا هذه من كلمات اخوي بدر الضبعان، الشاعر بدر الضبعان يستاهل. من الحاني، وانا ورجال بردان نبغى نقوم ونلعب وندفع. تكفون جاهزه جاهزه شباب. الشله المتمدده اللي هناك تدور الاشاره الحين. الحين هم عند النار بردانين. ارفع 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 يا سيد. لا لا فارس فارس بالعكس والله ممتاز. لا هنا عشان الله يهديك فيه. والله فكر فكر بالنكتة. ارفع ارفع يا سيد. بسم الله توكلنا على الله. بدر صح شاعرها؟ بدر بدر نعم. بدر طبعاً نعم يستاهل. صف السرايا صف صف دون الوطن ما نختلف، رحل لما لي ما عرف وقفتنا وقت اللزوم. حنا معك ورق السما وعين المعادي للعمى، كانك تبي نقطع بحر ولا تبي فوق الغيوم. صف السرايا صف صف دون الوطن ما نختلف، روح علم اللي ما عرف وقفتنا وقت اللزوم. قدها سما يا موطني وحنا معك بل الحني، لا من دع الداعي ندوس الروس وندق نخشوم. حنا معك ورق سما وعين المعادي للعمى، كانك تبي نقطع بحر ولا تبي فوق الغيوم. اضرب على راس الوفا واللي عادك يهبى، ذيابة بالارض صقور على راسه تحوم. لا من دعت بنت العرب جينا لها عند الطلب، بقيادة اللي هي من العالم ولا هب الخصوم. فالنائل يا حال اللي قال اطع على راس الشجاب، نعس على عدنا ونبني بجماجم عمر الجوم. فخر 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 حن المعزة والسطر، نقدم ولا نحسب حساب دون هذل الرخوم. طف السرايا صف صف دون الوطن ما نختلف، نفرح ولما اللي ما عرف وقفتنا وقت اللزوم. قدها سما يا موطني وحنا معك بل الحني، لا من دع الداعي ندوس الروس وندق الخشوم. حنا معك ورق سما وعين المعادي للعمى، كانك تبي نقطع بحر ولا تبي فوق الغيوم. اضرب على راس الوفا واللي عادك يهبى، ذيابة بالارض وصقور على راسه تحوم. لا من دعت بنت العرب جينا لها عند الطلب، بقيادة اللي هي من العالم ولا هب الخصوم. النائل يا حال اللي قال اطع على راس الشقا، ندعس على عدنا ونبني من جماجمهم رجوم. فخر 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 حل المعزة والسطر، نقدم ولا نحسب حساب دون هذل الرخوم. بيض وجهكم يا شباب، ودكم العيد داد سندي فينا. وجهك ابيض، بيض وجهك صح صوتك. هذا من الشيلات طبعا اللي حصلت صدى جميل جدا الحمد لله. صح صوتك عليها صح بدنك والله. ايش هذه الحركات يا معاذ؟ حيوا من جديد. مرحبا 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 ابو جلال الله، مرحبا. من الشيلات المحببة إلى قلبي هذه. ها؟ من الشيلات هذه. نعم هذه الشيلة والكلام الجميل. صراحة سويناها أنا وبدر
على عجالة، ولا كنا متوقعين نجاحها بهذا الشكل نهائيا، لكن الله وفقنا فيها الحمد وكانت النية صادقة بعد زيادة. توفيق كل شيء توفيق. اي والله احيانا ممكن تسوي لك 20 عمل ينجح منها واحد. صدقت لانه توفيق. خادم حميد في خاطر علم صح؟ بيتين بسيطة في خاطر علم ردها. حياكم الله يا ضيوف، حياك الله محمد وحياك الله يعني. الله يبقيك يا بعد. لا طبعا بيتين بسيطة. لبيه سم ابو ذوق. كيف ابو ذوق؟ بدر ضمعان. بدر ضمعان يقول ابو ذوق انا اسميه كذا. حلو ابو ذوق. يلا ابو ذوق. ابو ذوق يستاهل. ابو بسم الله يستاهل والله. يقول بنت اسمها ذوق. لا ما اعتقد. لا 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 لا. بسم الله خالد. بسم الله. يلا بس ارفع سبيكر بس. اي شغل شغل المايك طافي. شغل طافي خلاص اموره تمام. يلا توكل بسم الله. بس ارفع الصوت سيدنا خلينا نسمع. ايه ايه ايه. اسبوع مر ولا وصل منكم رسال، يا قوي قلبك كيف تقطعني اسبوع، الجوع كافر انت ما ترحم الحال، وانا عليك من الوله ميت جوع، وانا عليك من الوله ميت جوع. السلام. على صوت ما ينقطع ان شاء الله. صح صوتك. حي العمر. الله يسلمك. هذه البيات لابو جار الله. الله يرحم والديك. لي الشرف والله. انا ما قلت لابو جار الله وما قلت لمعاذ الشيء الاول الشيء الثاني الشيء الثالث اسمح لي بقوله على اهلي. اسلم. حقك. ما نقدر نقول له شيء. طيب على الشيء الاول يعلم الله يا ابو جار الله. جيب لابو جار الله. خلاص يقول. اسلم. رئيس بلديه. حقي حقي. ما نقدر نقول شيء. اسلم يا أنا فارس. روح اسلم. فارس اسلم. آه يعلم الله يا ابو جار الله ان نحبك. انا خصيصا اتكلم عن نفسي بعيد عنك. الله جميعا. انا والله من زمان اعرفك واتابعك. واول قصيده اظن سمعت لك اياها حقت لصرت بايعني اشوفك على خير مع السلامه دام ما بسام. اي بس تراني يوم ما بدات تراني كنت صغير عمر. اتذكر. إيه لا تحسسهم اني شيبه. اسلم. اي والشيء الثاني يا معاذ يعلم الله انك شرفت طال عمرك. يا بعد انا نحبك. هذا نحبك بالاول. يا بعد راس انت. لكن وضيفنا من عمان ايوب الله يحييك ومرحبا والله ومسهلا. لكن ابو جار الله والله انه كان عندي شيء بقول، لكن يوم دريت ان انت الضيف الشيله حقت راسرت بايعني اشوفك على خير اخبر زمان. كنا جالسين ونلحنها ايام والله لا نعرف لا لحن ولا غير. بس عرفت اللي قصه حياتك شنو؟ ابى اقول له ان امي قالت او ما يدري انه علم عبد الله. امه قالت يوم يجي محمد جار الله سهلي لازم تشل الشيله ذي لازم. والله امه اللي قالت ودك تشلها يا اخوي. هذه ان شاء الله اجر وغنيمه مرضيها ان شاء الله وبترضينا. الله يرحم والديك. يقول ما دريت بسالفة امه. امه كل ما ابغى شيء يقول امي قالت. يا سلام. وهي بريئة مسكينة. عاد اعذروني والله اني تعبان وعاد اللحن. لكن يقول بدينا عداوة. هذه ترى كلها غيرة من المنصب. انت قاتل او لانك ريس فالشباب يعني حسد حسد. اسلم بعيد ان شاء الله. اسلم. لا صرت بياني. ايش فيه؟ انتوا حاسديني حتى ميكروفون. صوتك زين اخر. اسمع يقول لا صرت بياني اشوفك على خير مع السلامة اهدى ما به سلامة. ابعيدها ابعيدها بس بالبيت بس عاد بصوتها. اسلم يا فارس. يقول لا صرت بياني اشوفك على خير مع السلامة اهدى ما به سلامة. قلت انتهينا وقلت لك خير يا طير ماني بأول شخص يخسر غرام محذرك من قبلها ألف تحذير لعفتني بيعيف قلبي هيام ومن يحفظه سلامتكم. سلام سلام. عدم لها الصوت. ابعد ترى بعيد الشيء. اي صفق زين. مرحبا بك. بس فارس انا عندي اعتراض عليك. ليش؟ انا بلحق منك انا والشباب كلهم. تبشر بس سعد. الحين تقول انا الشيء الاول
الثاني الرابع الشيء الاول ترى يا ابو الله ابو جر الله اني احبك انا اتكلم عن نفسي يعني انا اتكلم عن نفسي اني احبك يعني ايش قصدك يعني قصدك انك تشك في محبتنا لا والله ما شكك لكن كل واحد صلي على النبي ها بندر كم عدت الست صلي على النبي الغلط ثابت حلو انا وصلت ست وعاد من الاول ومغلط اي الكل متفقين على حب محمد جار الله وحب معاد وحب كراجح وحب ايوب الرجال الطيب اللي جرده لكن الغلط اوقات زايد اوقات ثابت فحنا والله انا غلاي زايد طال عمرك مره مره من الناس اللي احبك مجاوب يزودني ويشرفني يا ساكر طال عمرك معك ابو جار الله انت القصيده هذه تقول هذه كانت في البدايه صح اي هذه من قصائد البدايات نعم. طبعا اكيد ان قصائد البدايات تختلف عن قصائد الجديده يعني نعم. ما انا بقول النهايات هذه كانت غمره الموسم نعم صح ولا لا صحيح طيب انا ودي اسمع قصائد من البدايات والله مساعد او نعم او نعم الله حي نعم كيف الحال شلونك طيبين السلام عليك السلام طيبين ايوب سلم 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 عليه ايوب اول واحد حياك طيبين ما والله انا مشكله اني انا ما ابي اعلم على نفسي اني كبرت وانت تحدني انا والله ما عاد احفظ انت كبير قدر طعم الله يجزاك خير ويطول عمرك ولعلك زود من يسمع لكن والله القديم ما حفظ اللي في خاطرك تجود بهاته يقول هي وش يقول سلام عليت لا بليت عجزت لا بعلمكم اشياء ما هي في الديوان والله ودي بالجديد عندكم اي عطر عطر والله ودي بالجديد انه يكون يعني حصري للديوان اسلم عجزت لا صارحك وجاوب اسئلتك حاولت بس اختنقت وعيت العبره مشكلتي اغليك واعزك ومشكلتك كسرت لك شيء ما تقدر على جبر كسرت لك شيء ما تقدر على جبر وسكوتنا مزعج ونظراتنا خرسه قمشف لنا جسر للتوديع ونعبر ما الله بكاتب المركب حبنا مرسى ليس انا من على الحرمان تختبره لو ادفع العمر كله في ثمن ليس وجدي وجود الصبور اللي فقد صبره مضايق لمسة عيون العرب ممسى الدمع في العين ولا الدمع في النبرة في صوتي أحزان سياب ورثى خنسة أنا الذي لا تذكر قصته عبره وأنا الذي لا تناسى ما قدر ينسى لكني الصامل الواقف على قبره الموت قاسي لكن قهر الرجال أكسب سلام سلام وش رثى الرثاء خنسة الخنسة معروفة أخوها الصخر نعم والسياب هو الشاعر العراقي بدر شاكر السياب وأنا محمد أنا بأتلقف شوي اسمحوا لي أنا مشكلتي عندي فرط حركة شوي ولا أعرف أجلس زين أسمع من معاذ أنا لا أي بتيب من يجي الحين معاذ أعطني كتاب أعطني كتاب أعطني أنا جيكيت إذا تقول جيكيت وايد افتح مايك حبيبي فاهم غلط وايد شاطر يقول عندك مسرع خلاص عندك مسرع عند الشاعر اهم شيء مسرع سم مره اختار اي قصيده كذا بردان بردان وطربان بسرعة. لا والله لا طربان سريع 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 انت عند النار وبردان يلا محمد يلا 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 الله يعين طبعا نرحب يا شباب باسمكم باسم المشاهدين الكرام باسمي شخصيا بصديق محمد الذهلي الله ايوب استاذ الترحيب وانا اسمع ان سمحتوا لي عندي ملاحظه سريعه اول شيء تحيه خاصه جدا 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 لاهل عمان كلهم وفي تنبيه بسيطه بقول لهم للبعض منهم اللي كان يعاتبني عتب بسيط بعض منهم طبعا احنا الاسبوع اللي فات احتفلنا باليوم الوطني الاماراتي وعلى العين والراس وراح نحتفل كل يوم وكل سنه اليوم الوطني العماني اقسم بالله ما دريت عنه الا ليلتها يعني بكره اليوم الوطني العماني دريت عنه في الليل فاستحاله اني اقدر ارتب شيء ومع ذلك اتصلت على الشاعر حامد الحمر قلت له جهز الابيات الله يعينك بكره بتشارك معي فبذلت كل اللي عندي واكثر الشباب كانوا يدرون بس عشان اوضح وجهه نظر بس الله يسلمك الله يسلمك ويعرفون وعلى فكره اليوم عبد الله كنا ندري قبلها باسبوع عليها
بسم الله. الله يسلمك. بس ابي على اساس اهم شيء نطق الكلمات. كلمات بسم الله. على اساس كل ناقص يدقن. عاد ما طحت الا في السر. هو فتح لي. راح اللي على اليسار. تختار. عندك لاعب الحين صح؟ يلا. تختار. يدور المشاكل. احلى شيء الهجاء ترى. انا بدور لك شيء قريب من الفصحى. اخواننا في عمان من ال. اسلم اسلم. من المبدعين في الشعر الفصيح يعني باختار عاد اللي تبي منها من يمين او يسار. أي نعم. طيب ممكن حد تقراها بصوتك اول شيء على اساس تكون حاجه مرتبه. اعطي كتاب. على شفا عيني دموع فراق ما ادري متى عيني بتذرفها محتاج لي حزن وبكاء وعناق محتاج اودع ناس معرفه. يا سلام يا سلام. يا سلام. دموع وفراق على شفا عيني دموع افراق قرب المايك ما ادري متى عيني بتذرفها على شفا عيني دموع افراق على شفا عيني دموع افراق ما ادري متى عيني بتذرفها ما ادري متى عيني بتذرفها محتاج لي حزن وبكى وعناق محتاج لي حزن وبكى وعناق محتاج اودع ناس ما عرفها محتاج اودع ناس ما 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 عرفها. يا سلام يا سلام يا مبدع يا سلام. انت انت شو قلت بنت اللي عيت من الرديو اخذت كنت ما شاء الله اهل عمان بيض الله وجهك حلاوة الشيء انه يجي في من بلغاريا قصدي يجي في شبه العمان ما شاء الله لا والله نرجع لك والله نرجع لك لبيك ما شاء الله تبارك ودنا يحرك الشباب ابشر راجعينهم الحين ذبحهم البرج ابشر ناخذ لايف من معاد ونطلع فاصل ونرجع يلا بسم الله صح طيب هذا يعني تراث يمني قديم واكيد انكم يمني قديم وأكيد أنكم تعرفونه. أسلم أسلم. إيه. يقول. الله نعم بأهل اليمن كلهم. يستاهلون. بالله تحية لأهل اليمن. يستاهلون والله يستاهلون. والله يفكر بهم إن شاء الله. تعرفونها رحمن يا رحمن. حل. إيه. سلام. الله. ورحمن يا رحمن. يا من فوق عرشه مرتفع يا قاضي الحاجات يا من السراير مطلع يا قاضي الحاجات يا من السراير مطلع هي 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 الله قولوا الله ورحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع ويا قضي الحاجات يا من السراير مطلع ويا قضي الحاجات يا من السراير مطلع هي 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 الله وش اقول للدنيا كفى وعيش راضي مقتنع هي 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 الله الله لطيف الله وش اقول للدنيا كفى وعيش راضي مقتنع هي واحسب حساب الله يا حبل الرجاء لا تنقطع واحسب حساب الله يا حبل الرجاء لا تنقطع هي 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 الله لطيف الله يا من فوق عرشه مرتفع هي رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع هي
حاجات يا من السراير مطلع ويا قضي الحاجات يا من السراير مطلع هي 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 الله الله لطيف الله عشت 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 صح صوتك أعزائنا المستمعين في الوطن العربي الكبير فاصل ونرجع جعني في داكم واحد واحد يلا 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك للفونا ملايين اعداد ما هلت صدوق السحابة اعداد ما هلت صدوق السحابة ترحيب يرجاه بالكرام فالموازين بالطيبة من كثرة صعيب الحسابة بالطيبة من كثرة صعيب الحسابة نقدمك تعلم منك صد راشد القرابة تشيشتنا معها مرحبا ومسهلا مشاهدينا في الوطن العربي الكبير مرحبا بكم مليون في كل حزة مرحبا في ذمتي مليون أبو جار الله يا مرحبا عطنا مما تجود به نفسك أنا ما ودي حد عليك شيء لأن أنا في أكسيد والله ودي أطلبها منك بس أظنك ما أنت بذاكرها لكن عطنا من اللي في خاطرك قبل القصيدة أنا عندي كلمة شكر بسيطة ربك. المتسابق كان معكم نشت منه قال الأسبوع اللي راح طلع مفلح. أول شيء أمسيه بالخير ثاني شيء أشكره على أنه شال لي أتوقع قصيدة هنا من قصايدي شالها في البرنامج وقالوا لي أنه قد يعني يقول أنه يبغاني أجي ضيف أو شيء المهم أني تمنيت أني أواجهه وإني أسلم عليه أمسي عليه بالخير استاهل استاهل والله الله يستاهل وأقول له كلمة وهي لكم كلكم ويعني اعتبروها ما هو من أخوكم كبير اعتبروها من واحد يعني محب. دخل في الإعلام قبلكم فقط لا غير عمر ما كان النجاح مربوط في نقطة معينة أو مربوط في مرحلة معينة أبدا خذوها من واحد عاصر جرايد ومجلات ومسيات وتويتر وانستغرام والدنيا ماشية كان معي شعراء في ذاك الوقت نجوم الآن ما حد يعرفهم وكان معي شعراء في ذاك الوقت ما حد يعرفهم والآن نجوم فالفرصة اللي بتجيك والنجاح اللي بتحققه ممكن يكون في أي لحظة وممكن يكون في أي برنامج وفي أي موقع أهم شيء أنك تقدم الشيء اللي أنت مقتنع منه اللي يجملك فنقول له الله يوفقه إن شاء الله والخير قدام بإذن الله استاهل استاهل يا سلام يا سلام يقول ومن العمر مرت سنة مرور يوم فيها كثير وللأسف منها قليل يلا بقلب يلا براس صلف وبقلب الروح وصيتني نوم سلابه وكف جزيل البارحة غنيت واغويت نجوم حتى جعلت الجدي يطمع في سهيل عليك يا وجه الحياة شرها ولوم باسم الجناب الدمف والصبر الجميل شقر الحرار اللي على النايف تحوم استوطنت عقب الجبل وادي نخيل فوكارها بيضة غراب وريش بوم وفصواتها سجعة وتغريد وهديل يا زخرف الدنيا تريح ومخدوم وحسبي عليك الله ونعم الوكيل صحيح دلك شيء وعلومك علوم لكنك أبيض وجه ومسوي جميل علمتني سر المشاكل والهموم ومنك عرفت الفضل واخترت الفضيل ومنك عرفت ان العوايد والسلوم ممكن يخليها الأصيل ابناء الأصيل ومنك عرفت ان المصالح ما تدوم وان العزيز يذل ويعز الذليل ومنك عرفت ان الوفاء شبه معدو وان الخليل يبور ويخون الخليل ومنك عرفت ان الدناوي ما يشوم وراسني ذل يعيش لين يموت ذيل يا حادي ظروفي على حب الخشوم انا العفيف المستقيم
المستحيل ما والله اشكي للطحاطيح القروم مدلهين الضيف مزبان الدخيل وش عاد رديان الهقاوي والعزوم اللي ما تقدر لا تحط ولا تشيل من دور النفعة من ألد الخصوم كنه يدور شور من راس الهبيل ومن دور الفزعة من عيال الرخوم كنه يدور في بني عمي بخيل بني سهل ويسهلي ذباح روم ما عليكم زود جميع بني سهل ويسهلي ذباح روم عاد الجزيرة عودها غض ونحيل محد انقلط منهم على المجد معزوم دكوا عليه بحد الأجرب والصقيل وماني وانا محمد وربعي روس قوم خبل مقامه هزل ولسانه هزيل اطيح وعنز على ساقي واقوم وجهي طويل ودونه ذراعي طويل وانهجر سف بيتين خانع ومحروم غنيت بفعولي على البحر الطويل قسمي من الطالة من خيار البسوم واسمي مثل وقعي على الحاسد ثقيل وسرجي ومركاضي على قبن قحوم لعرضت ما كن باقي الخيل خيل والهرج يا أهل الهرج ما يقضي لزوم عقب صبي ما على فعلها دليل قومن تجملها القصايد والهدوم وقومن يهندم شعرها الفعل الجميل يا ليت قلب الحاقد وقلب الظلوم يوجد لهم مثل الكلام مركز غسيل ويا ليت من يدخل مع باب القدوم ما ودعه بكرة على باب الرحيل ويا ليت من تسكن ورا صدر الكتوم تجنح بها الذكرى علي بجنح ليل عيني لحقها قل شوف وقل نوم ودمعي على دمعي من الضيقها يسيل وقلبي بقايا حطام وجدار مهدوم تحت ما تاجد مبيت ولا مقيل وجسمي بلد مهجور وطلال ورسوم صحيح من برا ومن داخل علي لكن عسى بنت السحايب والغيوم غيباتها سجة ومن هذا القبيل معها تحت سدره تصلفقها سموم كني على شرفة قصر بضفاف نيل ومع غيرها وش غيرها على العموم في غيرها التفكير صعب ومستحيل اسمح لي ابو معيض انا بطلب منك قصيده انسانها حاضره وجاهزه لكن قبل ما اطلب عطاك اللي عطيته تو مدك ما هي بغريبه الله يرحمه ابد مذكور بها الطيب والله يزيدك من فضل عليك زود انت مني والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انتم شهداء الله في ارضه فيها اشياء توضح احنا كنا في مجلس رجال وبيننا الشعار وجاء طاري الشعر والشعار والموجودين وجاء طاري اسمك الله يرحمه قال واحد من الشعار راعي شعر وراعي طيب قال محمد شاعر وعطاه ما ينفد الله يجزاك عطاه ما يوقف والرجال مثل ما قال وجهة الإمارة أنا أقولها الشيء هذا أن الله الطيب ينوم سهل الطيب يوم أشوف علمك والغانم والله أني يذكر لابد أن يعرف الله يجزاك الرجال هذا وجهة الشعار في الإمارات شعارنا هنا يعرفونه واجب الله يطول عمره يقول ذكر عندنا في الإمارات الله يجزاك خير أهل الإمارات هم أهل الخير وأهل الطيب الله أن يسلمك على جرتهم على ما قيل والطيبين في كل محل والإنسان يحسن النية والمعطية الله بإذن الله أنك مأجور وفرحت ناس كثيرة اليوم بها اللي صار الإنسان نيته وفقها ربي بإذن واحد أحد أما الطلب اللي عندي قصيت أنها كالحين أنا دائم واجد أكررها ولي معها سجات وبال طويل يقول لو يقدر الورد يسرق قلب من شمه ما تقدر الشمس تسرق بارد غلالي أيه اخترت درب الضمى عن صافي الجمة يا زلمة ووالفت صبري عليه وطال ترحالي ما كل من يسري بيسري على همه يا مسريت الظلام وخاطري سال والبارح النفس مخنوقة ومنغنى وسراني الحزن للي مر في بالي أشوف صورته في الجوال وأضمه وودعه وأمسح مدري إيش جوالي ودعه ما ادري ايش جوالي بليت لا بليت اشوف صورته في الجوال واضمه وودعه وامسح الصوره في جوالي ما ادري ايش
الله يسلمك. والله اني سجيت منها، انا معلمكم. الله يرحم والديك، طول عمرك، الله يسلمك. ما تقصر، الله يجزاك خير. هذا اسلم، هذا اللي عنده الله يجعلني جابس الجنه. الله يطول عمرك. اسلم، الله يقصر احسانك ابو جار. الله يجزاك خير، ضروري تنقذ الموقف. طيب ابشر بخير. الحين بن الشيء اللي ينتظرونه الناس، يمكن اعلن عنها معاذ قبل. معاذ عنده شيله بدشنها، ودنا نتكلم عن الشيله وبعدين نسمع الشيله مع بعض. أنا دخلت معك جو والله أبو جر. الله الله يجزاك خير. أي والله من حسن حظي، الله يطول عمرك. وأنا يعلم الله أني مبسوط جدا. أنا رجال ما أعرف أبين فرحي، الله يجزاك، لكن مبسوط والله أني جالس بينكم. وكثير من الشباب أصدقاء لي، لكن أنا ما أحب أبين هذا الإعلام، ويعرف أكثر واحد الرجال ذا. الإعلام يعني بعض الأشياء ما تظهر في الإعلام، لكن الله العالم إن شاء الله. الشيء الثاني، في شيلة اسمها مشتاق، صراحة تعبنا عليها في الأيام الماضية. أنا لازم أذكر جميع طاقم العمل عشان ما أنسى أحد ويزعلون. هذا من طيبة يا بعد راسي أنت. طبعا الكلمات كلمات أبو الرجال ذا معيض الحارثي، نوجهه تحية. عليكم زود، عليكم زود. ألحان راجح الحارثي، صفقوا يا جماعة الخير، صفقوا. طبعا مصمم الصورة اللي موجودة في المقطع اللي هو عيسى المطيري، أوجه تحية الآن. الممنتج للعمل، ممنتج العمل أكرم باعلوي. تم التسجيل في استديوهات الدمام، ناسي والله ناسي الاسم، لكن توزيع محمد الحوشان، وشرف ومتابعة عبد العزيز عبد الله اللي كان عندكم ضيف قبل أسبوع تقريبا أو أسبوعين. مش بعد باقي شيء؟ باقي شيء يا راجح؟ باقي نسمعها، باقي نسمعها. جاهز يا شباب؟ الشيء الحصرية في قناتي على اليوتيوب، وبغرد بها الحين إن شاء الله بعد ما ندشنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، توكل على الله، يلا بسم الله. سمي جاهزة؟ بس ربع الصوت يصير عندنا يا جماعة الخير، شيلة طربية وكذا وحرار. ربع الصوت عندنا، احنا مشتاقين يا بعد. يا سلام يا سلام يا سلام، على البركة، يا سلام، بيض الله وجهك وصح لسانك، صح لسان قايلها. استريحوا يا شباب، بسم الله. صح صوتك، صح صوتك، صح بدنك. انا دفيت صراحه، صح لسانك، شعرها دفيتها. لا دفيت، لا لا ولا تحيي لرئيس البلديه. عاد مشكله يوم تحضر، يوم تحضر وسط الحلقه هذه، صح؟ وش اسمع يا ابو جل الله، لبيك شفتها. يقول يا محمد والله انك شايب ما شاب راسك، يا سلام، والله انك شايب ما شاب راسك يا طليق الوجه يا سمح القبالي، والله انك شايب ما شاب راسك يا طليق الوجه يا سمح القبالي. يا محمد طيبتك من طيب ساسك، يا عريب الجد يا ذرب الفعالي. الله يطول اعماركم وعليكم زود. استاهل، استاهل الطيب، حصانك. انا تراني نزلت هاشتاج الان فريش، واظهر يمكن الناس شافوه هذا الهاشتاج، تو نزل الحين. شكرا محمد جار الله، وانا اقول لاني يستاهل فعلا. جزاكم خير، يرحم يعني الله. الوقت ممكن كان بيري يسمعنا شهر تقريبا ولا لينتهي البرنامج وما خلص، كل شيء مكتوب صح؟ لكن يستاهل الشكر، انا نزلت الهاشتاج وشدوا حيلكم فيه ويستاهل. الله يجزاكم خير، تستاهلون الطيب جميع. نرجع للقصيد والعلم الطيب. اسلم يا ابو جار الله، عظم ما في خاطرك. يقول العين، العين ديمة والسهر عساس، والبوح يوجع المواجعنا، والحب ضرب الشك والوسواس ندوره لجل يضيعنا. يا عين كفي دمعك ولا باس، ما فيه صدر انسان يا سعن، تغافلي ليل السهر بنعاس، الاحلام ترضينا وتقنا، ما حسوا بجرح الفراق الناس، ما حس فينا الا مدامعنا، حتى القصيد المرهف الحساس بكى علينا ما بكى معنا، اليا متى واثنيننا جلاس، والحزن ثالثنا
ورابعنا من ليلة البارح وقلبي حاس ان الزمن بكره بيفجعنا دايم من نحبه بدون قياس يغيب عنا ما يودعنا حنا البشر عشاقة الهوجاس وخداعنا من قبل يخدعنا اللي يجمعنا ما بين أقواس اللي يفرقنا ما بين أقواس واللي ما بين أقواس يجمعنا لو نقدر نشوف الردى نوماس ما نقدر نغير طبايعنا أحيان أحسنا بدون إحساس نضحك على أكثر شيء يوجعنا وأحيان من قوة الحزن والياس نبكي على أشياء ما لها معنى. سلام 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 صح لسانك صح الله يجزاك صح بوحك الله هذا اللي قال له صح بوحك الله يجزاك خير الله يطول اعماركم والله مجمدين ما احنا الحين في الاحساس مع البرد هذا ها مع البرد حتى مع الفراق مسكين 50 يوم مسكين يا ناس منقى خاصم عليك و... ليش؟ كيف؟ لو سمحت احنا قدرنا محافظه لبيك الله يبارك تسمح لي اطلب من معاذ شيء هو عارف ان انا احبه يا ليت ابي اطلب تدلل انت يا ليت ابي اذا عنده شيء لايف ابشر صح. ابشر بالخير يا ليت ابي ترى رجال ماني بعيد عنك ترى والله انا نساي لا شو ودك العظم ساقي نستعين بالله ودك العظم ساقي اسلم اسلم اللي ودك اللي جاهز عندك كل ما منك زين يلا هذه الابيات طبعا تمثلني تماما اسمعها ودي اكسر عظم ساقي ولا اطلب لي بخيل اتحمل كسر ساقي ولا منات عطا كل شايفنا يكود الردى ولا الجميل هذه الثنتين تبقى على طول الحياة الخطأ والصح ما هو بحبر الله مزيل ينطبع بالقلب ويل ينطبع ما شمحه والتماني ما هي بتشفي القلب العليل وسر بالضمير القضي ما يروي ضماه ودي اكسر عظم ساقي ولا اطلب لي بخيل اتحمل كسر ساقي ولا منات عطا سلامتكم حالك ها كلمات ما ادري كلمات من والله ناسي يا سلام المهم ان نقاح ناحي ابو شعرتي الله لسان سم كلمات مناحي ابو شعرتي مسعود سم برد والله انا مسعود محمد من المشاهدين اصحاب الصوت الحلوه هذول يوم ثاني ان شاء الله اسلم اسلم يا محمد رحبوا بجار الله الله يكتب بالخير يا ابو محمد طول عمرك هذه بيت الاخوي منيف الخمشي يستاهل والله نعم مليون قرب المايك بس محمد ابشر بسم الله انا اقول بلبله انا غلط هذه اي والله غلط شو درا والله اسمح لي نجم انت لحاف غمها بعزة البرد وانا بعز البرد والحافية القاف للشوق نار تاتي بفكري الشرد شوقي حنيني اتي بهيئة الحاف هيل علي لا 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 هيل علي لا لا لي على الذي من جلها الأرض وأنا بحول أحماه
زعجت حسا وابعث امل في غد ثم ياتي الغد منه يعيش بيوم ما هو بيشاء. سلامتكم. سلام. يا سلام راشد عندك مشاركه؟ والله الصوت اليوم تعبان والله. اسمح لي ابو معير انا عندي عتب على هذا الرجل. وصل وصل مره انتهى اقول وصل الخاطر انا لا جاي ولدك وجن يا اخي عقوبه ها عقوبه لا هو واحد غير عقوبه هو شيء بيني بينه انا اقصد مره انتهى بيني خلاص اللي بالخاطر وصل 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 ما اريد ابو جار الله اريد وحده ما شبعنا ما طلبها طالب اللي يرد سريت ليش؟ ما والله ما حضرت العد والعد ما حد يروح بلبل الله يجزاك خير القصيده اللي اقولها ابو جلال انا باشدها. والله انا وخر بس اتمنى انك ما تحاول. وايد افتح مايك. يا اخي والله فتحت انا اكثر واحد تخصمون عليه في القريه يا مايك يا شرده ايش اسوي؟ بضيع فيها. بضيع فيها. ها؟ ايش تاخر؟ ايش تاخر؟ القصيده اجيب لك جماهير ان شاء الله على جماهير باذن الله. لا شاعر باذن الله. روح بس افتح مايك وايد بعدين. والله الحفظ ماشي. محمد ترى وين شاعر؟ شعراء القريه. والله تشرف بكم جميع. عين الراس. اسلم ابو جلال الله ما انظر اللي قالوها بس. والله ما في حجاره قسم بالله. طيب روح روح عادي غير عادي. بس بدون ما ايه ممتاز. البرد البرد. يلا. سلم الجزاره. يقول اطلاله الصبح. طلالة الصبح وجه الفارع الشجر بالذات لا فرعت وارخت ذوايبها قطعة من الشمس جات بليلة غدرة كنا الصباح كنا المساء من صباح الغد جايبها الصبح ما ينتهي معها وبالأحرى تلقاه من وين ما حطت ركايبها عن الظلام وسواده تسمع وتقرأ وما كانت تصدقه لولا صحايبها لسولف وفي السهر والليل والمسرة تشوم عن سالفتهم والتعايبها بنت السحاب النقي من حقها تدرى على نقاها براءتها سحايبها وريثة المجد يوم المجد ما يشرى لها بطاري الفخر هبت هبايبها تشوش وتفز كانها مهرة صفراء لينتخوا في سميتها قرايبها مرت على قلوبنا وقلوبنا خضرة ورزت عليها بعد مقفة مصايبها تستاهل الشعر والإبداع والذكرى ما خيبت نظرتي ولا رجاي ابها تقول للي يبي يلعب بها وزرة ما قالته مرها لأكثر حبايبها يضعيف النفس حاول مرة وقم علم الناس حاضرها وغايبها ما يقدر إبليس يلعب في عقل عذرة تقدر إخوانها وتحب شايبها. سلام. خلاص هذه عد البيت الأخير أبو جار الله. أبو جار الله غزلية ولا ما يغزل عد البيت الأخير عد البيت الأخير. تستاهل الشعر والإعجاب والذكر ما خيبت نظرتي ولا رجايبها تقول للي يبي يلعبها وزر ما قالته مرها لأكثر حبايبها يضعيف النفس حاول مرة أخرى وقم علم الناس حاضرها وغايبها ما يقدر إبليس يلعب في عقل عذرة تقدر إخوانها وتحب شايبها. سلام. قصيدة كذي اللي بنشدها كفو حول ولا قوة إنا لله وإنا راجعون. لا أخوي دخل عزا قصيدة أنا أتمنى أنك تراجع يا وائل. قل والله إي والله هي غزلية شف لا تنشدها اللي بيها موال لا لا موال كلها موال لا لا إذا هي غزلية أنا أنسحب قصيدة بيض الله وجهك صح لسانك صح لسانك صح صوتك خيبتنا تبينا نتزوج بعد. طيب حنا وصلنا للختام نبغى نختم طبعا مع معاذ في شيلة بلاي باك إن شاء الله بنسمعها لكن قبل الختام نشكر كل الرعاة اللي شاركوا معنا ونشكر ركن القصيم على هالكيكات الجيبة بهالمناسبة مناسبة الشيلة وللشباب مقدمة هدية وأحب أقول لكل من شارك في الوقف ذا بيض الله وجهك وبشرك تممت وتممها الله وبيض الله وجه وجار الله على كل شيء
واللهم لك الحمد على كل حال. هو توفيق، احنا ما احنا الاسباب نودي ونجيب ولا ما لنا شيء. نعم. مره كلها من عند الله. هذا الصحيح. وش رايكم نسمع كلمه من ابو جار الله وبعدها نختم بالشيله؟ نبغي كلمه قصيده تنتي. سم سم ما في عطنا قصيده لو بيتين وعطنا وكلمه ختاميه عشان نختم مع بعض. ما والله خلاص خلاص الحب. لكن اول شيء يعلم الله اني متشرف بكم جميع. الله يسعدك. يعلم الله ان اني جيت وانبسطت وانشرح صدري في مقابلكم وفي امور خاصه قلتها الراجح ان شاء الله يعلمكم بينه وبينه. في نقطه مهمه جدا ان في امور كثيره مغيبه اعلاميا تخصنا احنا يعني. فالله يبيض وجيهكم اللي قدمتوها للعالم في صوره راقيه وصوره محافظه. الشغلة الثانية بالنسبة للقصيدة ودي انك تعفيني، والله ما عاد في بالي شيء. انت بين اخوانك عامر. الله يرحم والديكم، والله ما عاد في بالي. بس لازم نجيب تغريدة. نبي تغريدة بيتين. لا هذا يقول بان 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 وقع الشح ما دام انها راكبة في جزال القرايح. يا سلام. ولا توثم في سمينة غير غثة. ما نقول الا عمى وين انت رايح. لو تقول الضرس ينبدون لثة ود كل الناس ريموت وشرايح ينكتم صوت الردي ويقص بثة ود كل الناس ريموت وشرايح ينكتم صوت الردي ويقص بثة والله ما ودي أسوق النصايح لين أعرف اللي على الضيعات حثة. هذه كاميرا، هذه طيارة، كاميرا طيارة، طيارة ها المطيبة. ايه الحمد لله. لين اعرف اللي على الضيعات حثة تم ستر ثوب جديد وعطر فايح نية عفنة وحقد قلوب رثة فلا تحمس والمطر لاهل والبراق لايح لو سقى مية قبر ما رد جثة والمطر لاهل والبراق لايح لو سقى مية قبر ما رد جثة فلا تحمس من وراء بعض المدايح ما وراء بعض المديح إلا المغث. سلام حسان بيض الله وجهك. وجهك أبيض. أولا أشكرك على الحضور. الله يجزاك خير ويرحم والديك وتشريف لنا طال عمرك. ولا أنسى أشكر الدكتور فارس السهلي. الله يجزاه خير الدكتور فارس. والله العظيم والله العظيم وهو غايب يعني وكان بابا خاتم وأنا ما ذكرت لكن يعلم الله أنتوا غالين وعزيزين كلكم ومن مجي عندكم يشرف لكن الرجال ذا في خاطره شيء علي لأني ما جيت في البداية وما جينا إلا عشان نرضيه ونرضيكم فأتمنى أنه راضي وأتمنى أن قدمنا الشيء اللي ينال على إعجابه دكتور فارس. أنك وصلت مرحلة مليون. بيض الله وجهك. طول أعماركم. ما ننسى نشكر الشباب اللي شغالين في الإعداد الأبطال. نعم. فواز الحارثي أحمد الداوود. كل الشباب اللي شغالين. أنا موصل ترى جيوشكم وصقوركم وعندكم حروب برا. حروفهم طاحنة وجيوش المهم انهم العموم يوصلوا لكم التحية وتزهلوا لكم في الدروع وموفقين جميع. بيض الله وجيهم. نشكر الشباب كلهم سامي الجعوني ناصر الحربي فيصل هويمن مدير العلاقات العامة احمد باقي طيان كل اسامح كلهم نشكرهم واشكرني على كل شيء سويته بيض الله وجهي. شيلة نبي نختمها مع معاذ. شيلة لايف ولا اي شيء تبي؟ لا لا بلاي باك. بلاي باك؟ يا راعي الكيف. في راعي الكيف تبون يا راعي الكيف؟ يا راعي الكيف يا راعي الكيف يا راعي الكيف حكمة الله اسمعونا يا راعي الكيف حكمة الله حكمة الله حكمة الله جاهزة بسم الله يلا حكمة الله يقولون جاهزة جاهزة يا شباب. طيب شكرا لكم يا شباب بيض الله وجيهكم على كل شيء. شكرا ابو جار الله ما قصرت. شكرا معال عشان بيختمون على الشيله. شكرا لكم مشاهدينا. احب اعطيكم معلومه والله اني ما اصل الحين 48 ساعه بس جيت وتشوفني صاحي لاني اسمع شيء طيب ما ادري عن نفسي لكن بسم الله حكمه الله ارفع صراحه حكمه وركاد يعني ما بيها ناس ربي قد خلقنا يا فقار يا غنى لحكمة فينا ولا تخفى
عليه الخافية. يا ناس ربي قد خلقنا يا فقارة يا غنى لا حكمة فينا ولا تخفى عليه الخافية. أحد ما يدري كم ملايين ولا يؤتي الزكاة وحد على ظهر الرصيف أنا مدون الحافية. يا ناس ربي قد خلقنا يا فقارة يا غنى لا حكمة فينا ولا تخفى عليه الخافية. ما يدري كم ملايين ولا يؤتي الزكاة وحد على ظهر الرصيف أنا بدون الحافية. أحد ما يدري كم ملايين ولا يؤتي الزكاة وحد على ظهر الرصيف يا نام دون الحافية. واللي يحصل قوت يومه وش له وش العنا يسجد شكر وجلال والبد من الله كافية. أنا أحوج الناس بوصاتي والقلوب الغافية. تدرون ويش أعظم نعم ربي علينا في الحياة العقل ثم العقل ثم العقل ثم العافية. صعب الحساب.